السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. اليوم وجهتنا راح تكون إن شاء الله لمنطقة الحبلة، والحبلة نسبة أنها منطقة معلقة، كأنها معلقة بأحبال، منطقة مرتفعة، لذلك سميت بالحبلة كأنها معلقة بالأحبال. فإن شاء الله تتعرفوا أكثر على هذا المنطقة وتستمتعوا معانا إن شاء الله. وصلنا منطقة الحبلة، عاد هذا جانب المنطقة، فكرة نحن مرتفعين، هذا كله احنا منحدرات. هذا بستان للورد ما شاء الله بالحبلة. ما شاء الله شوفوا الورد. شكرا، جزاك الله خيرا، شكرا. ما شاء الله شوفوا ورد محلي، انتاج محلي، وانا استاهل الورد، الورد للورد. هذا الحين محطتنا الثانية ومتحف تمنية، هذا هو المتحف وإن شاء الله يكون مفتوح. متحف تمنية في الحبلة. هذه السيارات الكلاسيك القديمة، موديل 76، موديل 66، موديل 62، موديل 74، موديل 63. نقول بسم الله، طبعا من اول دكان الطيبين. شوفوا القفول، يا سلام دكان الطيبين.
شكلها القفل سبحان الله. هذا البيبان القديمة، هذه النجارة، عدة النجار، ما شاء الله، صح نجار، هذه حرفة الخراز، الخراز ترى نفس الحرف موجودة في دول الخليج كلها، لكن تختلف المسميات. هذا الحدادة، نحن عندنا نفس الحرف لكن مسمياتها تختلف، طبعا هذا بسبب التنوع الثقافي. عندنا نفسها كلها لكن أسماءها تختلف. أهم شيء السيكل، ما شاء الله، واو. للعلم ترى كثر ما صورت أنا بكون مقصرة بحق هذا المتحف، ترى في أشياء كثيرة. اكسسوارز، شنط زمان أول يوم كنا صغار. سيوف، أسلحة، دروع، عملات، السوع، السوع القديمة، أحجار، هذا بعد سيوف. السحارة والعروسة، مكتوب مخبار، شوفوا اليرادة ما شاء الله حجمها بقراني، بسم الله، وانه هذا يسمى المخبال. غرفة النوم، شوف الرسومات والالوان والنقوش. الحين ندخل غرفة النوم، بسم الله، غرفة النوم، بسم الله. اهم شيء الشاطوحة، هذا الزورية القديمة، هذا النمو يوم كنا صغار، المخدة القديمة، والله هذا كانت عندنا احنا يوم صغار. سحارة، شاطوحة، حنون نايم، يا رب سامحني قومتك. هذا الكندورة، الله، والله شيء يرد الروح في مكان تستعيدوا فيه الذكريات. ترى كل بيبان المتحف ترى هو عبارة عن قلعة قديمة أو بيت قديم، كلها صغيرة قصيرة، يعني لازم نوطي، أهم شيء إن نوطي عثبت ما ندق راسنا، بسم الله. هذا غرفة ثانية بعد، هذا المروش، أتوقع الحمام، المروش، الحمام، بسم الله، إي والله الحمام، هذا هو المروش، الحمام القديم. هذه غرفة نوم ثانية، بسم الله، يا سلام، الله على حياة أول. أتوقع اليوم المتابعين بكيفوا على هذه الأجواء، عندنا ناس مثلي كذا عندهم هوس الأشياء القديمة، حتى شوف الدريشة، القفل مالها، اسمنت عليها المخدات والبطانية، يسموها هالغرفة غرفة الخلوة أو غرفة النوم، هي خاصة برب الأسرة وعائلته، يعني هذه هي الخلوة اللي يختلف فيه مع نفسه مع عائلته. شو معاي الأسقف، ترى كل الغرف اللي دخلناها الأسقف بنفس هالطريقة.
هذه الدلال اللي بالميلس. عاد الحين انا قاعده في الميلس، يعني ما يصير اوصل الميلس وما اقعد فيه. صراحه مكان جميل والوان اجمل ونقوش رائعه. هذا هو مجسم لمتحف تمنية، واللي هو اصلا بيت قديم، فهذا هو اللي الحين خضينا جوله فيه. وهذا هو متحف تمنية في الحبلة في أبها. هذا هو المجلس، صراحة الألوان خيالية حلوة، الألوان هذا المزركشة والنقوشات والزخرفات حلوة، شيء خطير. هذا المجلس، الله شوف الدرايش، حتى الدرايش مزركشة مزركشة. الدلال عايش مزركشة مزركشة. الدلال عاد وصلنا للمطبخ، لكن هم يسموه المسقف. هذا هو المطبخ او المهلب او العريش يسموه، احنا حاليا نسميه المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين براويكم اخر غرفة اللي اسمها الريشة، وهي عبارة عن زرب الهوش. الريشة عندهم هي، نحن عندنا زرب الهوش. بسم الله. ها الريشة هي الغرفة الخاصة بسكن المواشي مثل البقر او الغنم. بسم الله. هذه الريشة ضرب الهوش.